السلام عليكم، اهلا بكل عشاق الادوات المنزليه والعرايس اللي بتجهز، واحلى فيديو ادوات منزليه هتشوفوه بجد. عايزه اقول لكم وانا بجهز لكم الفيديو ده قد ايه كنت هتهبل على الجمال اللي بشوفه بعيني، وعايزه اروح اشتري كل حاجه بشوفها. النهارده بنصور فيديو ادوات منزليه جديد كله براندات اصليه، يعني الصينيه الحلوه اللي ام يوسف ماسكاها في ايدها دي صواني اكسفورد الاصليه يا جماعه، اكسفورد. والناس اللي كانت في السعوديه ودبي وبتجيب الحاجات دي معاها مش تصدق انها شافتها هنا في مصر. استاذ ابراهيم اسماعيل جايب النهارده كنوز مقتنيات، هو حتى في الفيديو بيقول لكم النهارده هنا شهادات الاستثمار. طبعا استاذ ابراهيم اسماعيل بقاله فتره كبيره ما نزلش فيديوهات على اليوتيوب علشان يجيب لكم الحاجات الحلوه دي يا جماعه، ومش بس كده انتوا هتتفاجئوا بالاسعار. طبعا امهات العرايس والعرايس اللي بتجهز عارفين طبعا الاسعار بقت عامله ازاي. لا اتفرجوا النهارده احنا هنشوف اسعار بلسته المصنع بلسته الجمله، كان كده استاذ ابراهيم اللي شاريها وبيديها لنا من اليد الاولى. معظم الادوات المنزليه اللي هتتعرض النهارده في الفيديو يا جماعه تركي اصلي وايطالي اصلي يا جماعه، تركي وايطالي اصلي، فكلها زي ما قلت لكم براندات. الحاجات دي استاذ ابراهيم بيقول ان هو جابها بصعوبه، وفي حاجات اسعارها على القديم، يعني القديم انها دلوقتي لو هيجيبها تاني هتبقى زادت، ففرصه تلحقوا الاسعار دي. وباكد عليكم الحاجات تحفه قوي يا جماعه، بصراحه فيديو تحفه مليان حاجات تحفه، بفكر اروح اشتري شويه حاجات وعينهم لهنا، عشان في حاجات لما بتيجي تتكرر تاني ما بتبقاش بالجمال ده. ايه الجمال ده يا جماعه؟ ايه التحف اللي احنا بنشوفها النهارده دي؟ استاذ ابراهيم اسماعيل النهارده وام يوسف ابدعتوا. عايزاكم تتفرجوا على الفيديو ده كله يا جماعه، حتى الستات اللي عايزه تشتري شويه حاجات كده وتجدد نفسكم هتتفتح قوي وهيعجبكم حاجات كتير. انا بصراحه نفسي اتفتحت على الحاجات الحلوه دي. زي ما انتم شايفين بقى سنتر استاذ ابراهيم اسماعيل ما شاء الله بقى على مساحه كبيره، لانه خد اماكن جنب السنتر وفتحها عليه، وهنتفرج على كل حاجه. طبعا انا بشكركم ابو يوسف وام يوسف مش بس على الاسعار الحلوه اللي هتتقدم اللي احنا هناخدها زي ما قلت لكم بلسته الجمله، لا انا بشكرهم على الحاجات الحلوه القيمه الاذواق الراقيه اللي تشرف اي عروسه وتفرحها كده انها هتاخد الحاجات الحلوه دي. شايفين بقى الاركوبال والبايركس، اطقم التوزيع، اطقم السكاكين، اطقم التوزيع الجديد جديده، واطقم العشاء. وكمان هنفرق النهارده بين الحاجات الاصليه والتقليد، لان خلوا بالكم في حاجات من دي يا جماعه بتبقى تقليد. الكاسات هناك حوار حوار يا جماعه، البنات اللي بتجهز يا بنات الحقوا طقم الكاسات ده ب 370 جنيه النهارده. السكاكين الاصليه الصب دي ماركتها برده معروفه، هتعرفوا ماركتها في الفيديو، سعرها 600 جنيه. اطقم القوالب دي ب 500 جنيه اللي بتدخل الفرن. اطقم العشاء الجديده بتبدا معانا من 1100 جنيه يا جماعه، الاسعار رهيبه النهارده. وزي ما قلت لكم الحاجات كلها اذواقها تجنن، في ناس ما بتستناش على الحاجات دي يا جماعه، الحقوا روحوا بسرعه، في ناس اما بتشوف التحف دي بتجري تلحقها، انا عايزاكم تبقوا اسرع. كمان اطقم الار سي ار موجوده، ودي حاجه لا غنى عنها، النهارده هناخدها برده بسعر جملتها. ما شاء الله يا جماعه فيديو تحفه، كل الناس اللي بتحب الادوات المنزليه اكيد هتتبهر بيه، عشان انا طبعا بحب الادوات المنزليه جدا. كمان موجود عندهم الادوات الكهربائيه بتاعه المطبخ، العجانه والكبه والحاجات اللي انتوا عايزينها كلها برده موجوده. المفاجاه الكبيره بقى طقم النيو كلاين الاصلي موجود، والطقم ده كان عند استاذ ابراهيم اسماعيل وكنا عاملين بسعره قلق الناس اللي متابعه، وكان خلص وجه تاني. ده طقم يا جماعه بيبقى بصوا الحله الواحده بتبقى ثلاث قطع زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى قطعه وفوقها الغطا بتاعها ثلاث قطع، ممكن تستخدموها اكتر من استخدام، وده طقم عاجب الناس كلها. لو عايزين روحوا الحقوه لانه على سعره القديم هناك، وكمان الكميات محدوده. بعد ما هنتفرج على التحف دي يلا ندخل برجلنا اليمين ونسمي الله وندخل نشوف ما شاء الله كميات الشغل الكبيره اللي مستنياكو عند استاذ ابراهيم اسماعيل، لانه ضم فرع الجمله للفرع ده كمان. وهتلاقوا بقى جوه ايه هنا فرع الجمله، هتلاقوا النيوفليم الاصلي يا جماعه، هتلاقوا الكركميز الاصلي والسافلون الاصلي بسعر الجمله. شوفوا الكميات ما شاء الله قد ايه، الحاجات دي دلوقتي ممنوعات، هتلاقوها هناك ما شاء الله بكل تكويناتها. وكمان في حاجات برضو حلوه كده، اطقم اركوبال وبايركس دي بقى عاليه قوي يا جماعه، بس برضو سعرها معقول. بس كده لا طبعا هندخل قسم المخازن اللي قلت لكم استاذ ابراهيم هيدخله لنا، هو بيقول مفيش حد بيدخل هنا، بس بصراحه تسلم يا استاذ ابراهيم على انك يعني خليتنا نشوف الحاجات الحلوه دي كلها. حتى انا في الفيديو يا جماعه قلت له الوقت ده في تجار بتقفل على البضاعه عشان تبيعها بعد كده باسعار غاليه، لا يا جماعة
مع كل حاجة تروحوا تاخدوها بالسعر اللي انتوا بتسمعوه من الالف للياء. كمان موجود برضو الميلامين الاصلي الصحي، وخلوا بالكم انتوا بتشتروا الميلامين ما تجيبوش الرخيص لان بيبقى مش صحي يا جماعة، بيتفاعل مع الاكل. لا، هناك هتلاقوا بقى الميلامين الاصلي، واستاذ ابراهيم هيوضح لكم كل حاجة. فيديو تحفة، فيديو جميل، وانا هروح اشتري حاجات طبعا بعد ما اتفرج على الفيديو زيكم تاني. الحاجات حلوة قوي يا جماعة وتفرح، وما شاء الله زي ما قلت لكم عشاق الادوات المنزلية هيتجننوا. كمان هندخل قسم من الاقسام اللي اتضافت للمكان، قسم البلاستيكات والرفايع التركي والتربو والبلاستيكات. وعايزه افرح العروسه اللي هتروح تاخد حاجتها كلها من الفيديو ده ان حاجتك هتروح وراكي البيت مجانا. العربيه هتطلع من سنتر استاذ ابراهيم اسماعيل لحد البيت عندك مجانا، ما تشيلوش هم حاجه. اهم حاجه اللايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه. بحبكم جدا في الله، وهستنى كالعاده رايكم في التعليقات. ويلا نشوف اجمل فيديو ادوات منزليه من سنتر استاذ ابراهيم اسماعيل، يلا بينا. فيديو جديد يا جماعه من سنتر استاذ ابراهيم اسماعيل. النهارده هتشوفوا باذن الله احدث ادوات منزليه نزلت وحاجات كتير جديده، وغير العروض اللي هتتعمل لنا النهارده في مفاجات كتيره في الفيديو. فالعرايس بقى ان شاء الله ناويه تنزل بعد العيد، ركزوا عشان ان شاء الله هتعجبكم كل حاجه هتتقدم النهارده. عايزه اقول لكم العنوان فين. احنا موجودين في المحله الكبرى، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله سنتر استاذ ابراهيم اسماعيل ما شاء الله بعد التوسعات اللي كان عاملها بقى على مساحه كبيره. العنوان بقى احنا في المحله الكبرى، الشارع ده اللي هو شارع ناصر في المحله الكبرى. هنا الباب الخلفي المسجد الحنفي. مسجد الحنفي ده له بابين، باب في شارع الساغة وباب في شارع ناصر. احنا في شارع ناصر، تدخلوا اول شارع الساغة شمال، فاول يمين تيجوا هنا كده هتلاقوا الجنينة دي كده بتاعت الشجر دي، سنتر استاذ ابراهيم اسماعيل في ظهرها كده على طول يا جماعة. اهو انا بعت لكم عشان اوريكم ما شاء الله شكل السنتر بقى عامل ازاي. يلا ندخل بقى الاستاذ ابراهيم وام يوسف ونسمي الله كده ونشوف عروضنا الحلوة اللي ان شاء الله هتعجب كل الناس باذن الله. ابو يوسف اهو، ازيك يا معانا؟ ما شاء الله. ازيك يا ابو يوسف؟ ازيك يا ابو يوسف؟ الحمد لله بخير. عاملين ايه؟ انت عامله ايه؟ ما شاء الله المكان بقى فيه حاجات كتير حلوه وهتعجب العرايس. ام يوسف ايه؟ ازيك يا ام يوسف؟ منوره. ام يوسف جايبه لكم يا جماعه النهارده شويه تحف. ان شاء الله ان شاء الله. بس ايه العبايه جميله ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. وطبعا انتم اكيد بتشوفوا الفيديو ده في ايام العيد، فالعروض بقى للناس اللي هتنزل ان شاء الله بعد العيد باذن الله. ماشي، ناخد جوله في المكان كده يا ابو يوسف، نوريني الناس ما شاء الله الشغل كله، وبعدين نتكلم بالتفصيل عن العروض اللي هنقدمها. تمام ماشي يا باشا. البلتينه اللي وراك على طول كده. بسم الله. ايوه انا بصراحه شفت. بسم الله ما شاء الله. دي اول مره ننزلها عليه في التجديد. ايوه التجديد، ايوه التوسعات. احنا على الفيسبوك. ايوه ما شاء الله. بصوا يا جماعه بقى الحاجات الجديده، كل ده هنعرف طبعا تفاصيله دلوقتي. احدث حاجه يا جماعه، انتوا عارفين استاذ ابراهيم اسماعيل ما بيبخلش علينا بالعروض، فكل الحاجات دي هتبقى معانا داخل العروض. تحف بقى ما شاء الله. انتوا عارفين طبعا ذوق ام يوسف لازم تحط التاتش بتاعها، شايفين المناظر عامله ازاي. بصوا الله، بصوا بقى الكاسات وتقوم البوهيمي بقى والكريستال الاصلي ما شاء الله. 100 100. شيلي كمان القهوة دي جدا حلوة قوي، بتاع بالحامل بتاعه حلوة قوي. قهوة بالكنكة بالحمرا، حاجات جميلة قوي. ده بصوا القعدة بتاعته دي منه فيه كده ما شاء الله، شيك قوي، جميل قوي يا ميسي. تسلم ايدك. ماشي يا جماعة، احنا حاجة نزل افرجكم كده سريعا، وبعدين هنرجع للحاجات دي بالتفصيل نتفرج عليها. ما شاء الله شوية تحف اهي، الحاجات دي لسه جاية. جميل قوي ما شاء الله. بصوا الله، بص طقم القهوة ده، الحاجات الحلوة دي يا ام يوسف. كوليكشن جديد، كوليكشن يزغل العين اي حد يشوفه. الزياره. ايوه طبعا لازم بعد زياره. التوسيعة والتجديد، وجبنا بقى دخلنا كل الشغل بتاع العروسه كامل كبلاستيكات. كنا بنروح بقى المحل التاني هناك والمخزن، لا جبنا كله في مكان واحد ما شاء الله يا ابو يوسف. هنتفرج جزء جزء كده. طيب حتى البلاستيكات والمنظمات يا جماعه موجوده في القسم هنا، لان ابو يوسف ما شاء الله يعني دخل اقسام جديده هنا في المكان عشان العروسه تيجي تلاقي كل حاجه. هنتفرج على كل حاجه واحده. ماشي، هنا بقى الصيني يا ابو يوسف ما شاء الله. ده صيني لسه يا باشا ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحاجات الجديده لسه ان شاء الله. ده ما شاء الله. احنا كده مش حاطين سين على فكره، كده بس عينه يعتبر. السين ده تحفه قوي، اللي عايز حاجه سيمبل وهاديه تحفه قوي. جميل ما شاء الله. اتفرج على الشغل، عندنا موديلات تانية كتير جدا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الصيني ده خطير قوي يا جماعه. بصوا ام يوسف سيمبل جدا، ده خطير قوي. الاسعار ايه في الصيني يا ام يوسف؟ في المتوسط
متداول يعني زي ما احنا يعني. احنا لسه على القديم. مش لسه على القديم. عندنا مفاجأة كتير في الفيديو ولسه هنقول لك الأسعار. وفي خصومات وفي عرض على جهاز العروسة. في حاجات كتيرة النهاردة إن شاء الله. أحلى حاجة كمان التشكيلة نفسها إنها جديدة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، جديدة زي ما أنتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله. مية مية. هنا بقى التوزيع. الرشاقات السكاكين. جميل أوي. اه البيضه دي مكسره الدنيا. اه جميله. طقم توزيع على شكل بيضه يا جماعه، ايه رايكم في التحف دي؟ بيضه معشه. ولسه في برضه مدلات تحف وريها. 100 100 طبعا. في بقى الصواني فوق. بصوا حتى الكهرباء كلها متوفره. ايوه ما شاء الله. الحاجات اللي فوق دي يا جماعه كلها متوفرة. الشوايه اللي على الصواني، النكس التاتش، الزنون. جبنا تشكيله كبيره المره دي. كويس يا ابو يوسف. بالنسبه لحاجه الكهرباء ما شاء الله، احنا مدخلين تشكيله الكهرباء رفيعه. ماشي. في هنا برضو حاجات تانية. اهي هنا الاركوبال. الاركوبال ده بيبقى اللونين دول مع بعض كده، ده حراري. نفس الطقم بيدخل الميكروويف. ده حراري. وده اللي هو المدرب تايلاندي. اه تحفه. ده اركوبال تايلاندي يا جماعه. شفت الرقه بقى يا مونا؟ ده رقيق قوي. جميل قوي يا ميزو. احنا كنا عارضين حاجه قبل كده شبيهه بيه اللي هو كان دي رسومات جديده. دي رسومات جديده. نبدا بقى نحرق الاسعار. يلا بينا نبدا في اهم الأسعار. حاجه بالنسبه لنا الاسعار دي اهم حاجه. اهم حاجه بالنسبه لي كده. ايوه عشان حبايبنا اللي بيتابعونا. احنا الحمد لله مبدئيا هنخرج من العيد كلنا نسمع ارقام غريبه. كلنا احنا وفرنا ستوكات في اليومين دول، دخلنا شغل كميات كبيره بحيث ان احنا نخرج من العيد اسعارنا زي ما احنا بنقول هتلاقيها موجوده، والكميه الحمد لله متوفره بكميات. تمام. الحمد لله متوفر عندنا بكميات. احنا هنعمل العروض اللي احنا كنا عاملينها من قيمه شهرين على اليوتيوب. العروض طقم ده 3850. ده حراري. حراري مش التقليد. عندي التقليد بتاعه اهو ب 2600. ايوه ده الاصلي. ده الاصلي. في من ده ميكس وفي من ده اسمر، يعني عندي منه ميكس الابيض في اسمر برده، بس ده ايه اللي مش حراري. 2800 العادي يا جماعه اللي مش حراري. ده 1000 جنيه. 1000 جنيه. 1000 جنيه فرق. والعادي. وطبعا لو انا عندي زوم بره اقول لك ده حراري ومش حراري وهنبيعه بثلاثة ارخص، ما احنا بنقول ب 3850. 100 100. بس احنا بنقول ده حراري يستحمل الميكروويف، يستحمل الفرن، يستحمل كذا حاجه. ده بالنسبه للحراريات الميكس. ماشي. حراريات الميكس 3800 جنيه. بيبقى كام قطعه يا ابو يوسف؟ من 58 ل 66. لحد 66 قطعه. من 58 ل 66 حسب التكوين. هم عموما معظمهم 58. تمام. العادي 66. اكتر. اكتر. الرخيص اكتر. تمام؟ ماشي. عندنا برضو الموديلات التايلاندي 58 و60. 58 و60 قطعه يا جماعه. 58 و60. طب واسعار التايلاندي يا ابو يوسف قول لهم كده طمنهم. احنا مش محتاجين نوريه لك فوق ولا ارفع على الكلام ده كله. ايوه بص يا باشا، الحاجه جودتها باينه يا جماعه. فنجان جديد. بص يا ابو يوسف، الميزه كمان ان انت جايب لنا الحاجات الاصليه بالاسعار العاديه. طبعا. يعني انا مش ممكن نطلع نعرض حاجات مجهوله المصدر ونقول لكم افرحوا بالسعر. لا يا جماعه، احنا جايبين لكم السعر حلو على منتجات اصليه. شايفين دي اهم حاجه. موديل تايلاندي صيني. موديل تايلاندي ماشي. تمام. تمام. ده عامل 3750. ما شاء الله. الاسعار دي احنا مثبتين فيها بقالنا اكتر من شهر ونص. 3750 الطقم كامل وكمان تايلاندي اصلي. اصلي يعني عشان بس في السوق الايام دي سمعت عنها. هنطلع كان في ايه؟ زياده فظيعه. في زيادات يا جماعه، بس احنا هنا لسه على سعرنا القديم. بالظبط. حلو يا ابو يوسف. هنخرج من العيد ان شاء الله كلنا هنسمع ارقام غريبه. احنا مثبتين اسعار. تمام. لمده يعني انا فاز الكميه يا 20 يوم ان شاء الله. ماشي يا ابو يوسف ان شاء الله. عندي برده ده برده ده التايلاندي. تايلاندي يا جماعه برده بيبقى يعني خشن من تحت كده شويه. حراري برده نفس السعر 3750. تمام يا جماعه ما شاء الله. طبعا احنا كده عندنا ايه اشكال تاني، حاجات رفيعه كده اللي هي تقوم مقسمات بقى. المقسمات الحاجات اللي هي الجديده والحديثه برضو يا جماعه كلها موجوده بكل الوانها. احنا بقينا بنخصص نعمل بارتيشن ده لحاجه معينه. البارتيشن ده فالزبون بعد كده هيخش هيستريح. كنا الاول بنلف الدكان يمين وشمال. ايوه انت بقيتوا عاملين كل حاجه في كل كل جزء لوحده. عايز بارتيشن ايه؟ اركوبال اهو. اركوبايركس. عايز كذا عايز كذا عايز كذا. معانا برضو الرفايع. عندي طقم التوزيع السيليكون ب 375. تمام. وعندي حاجه زي كده ب 475. ماشي يا ابو يوسف. وعندي حاجه زي كده ب 575. يعني عندي الرخيص والوسط والغالي. تمام. كل الاسعار موجوده يا جماعه. وبرده الخامات انتوا شايفينها عامله ازاي. بص يا باشا،
اركو بايركس صواني تقديم اركو بايركس. عندي منها اشكال كتير تمام وهوريكي الجديده بتاعها كمان. ماشي. عندنا حاجه من الاول 325. 325 بتبقى كام قطعه؟ ثلاث قطع. اي صينيه ثلاث قطع ما شاء الله. بيبتدي من 325. ثلاث قطع يا جماعه ب 325 تمام. 100 عندي السكاكين، عندي التقليد وعندي الاصلي. عندي البصل الاصلي وعندي البصل التقليد، وعندي السكينه اللي ليها في القرمه، وعندي السكينه بالتوزيع. انت عارف العرايس بتبقى عايز ايه بيوسف، ومجهز لهم كل طبعاً. حاجه يعني العروسه بتبقى جايه تسال على حاجات معينه موجوده يا جماعه، واديكم بتشوفوا عليها عروض كمان. بالظبط. هي تيجي ان شاء الله انا محتاجه كذا، انا هفرجك بقى الرخيص والوسط والغالي وكل الاختيار تمام، واقول لك ده بكام وده بكام وده بكام، وافيدك في القطعه النظيفه ما شاء الله، وانت واختيارك برضو والظروف اللي احنا بنمر بيها ما شاء الله. تمام. اركو بايركس زي ما احنا مفيش جديد، لان اركو بايركس اصلا كله النهارده بيخش الحراريات افضل من اركو بايركس. تمام. عندنا اركوبال العاده، اركوبال العادي اللي هو مش حديثه برضو. موديلات حديثه طبعا. بص يا باشا، احنا الحمد لله ما بنجيبش الا الجديد جميل، ده اللي هو باستخدام بقى المطبخ وكده يا ابو يوسف. تحفه. وعندي منه طحفة. 15 رسمه هوريهم لك سريعا دلوقتي. تحفه جميل قوي. 15 رسمه ده بيبقى كام قطع ده يا ابو يوسف؟ 58 ل 66 كل الاركوبالات كده. ده 58 ل 66 يا جماعه. ده 58 ماشي. تمام. عندي برضو موديل تاني، عندي موديل ما كان عندي مش واخد موديلات اكتر من كده، لكن في برضه موديلات مش معروض. هوريك يا باشا جوه الكراتين عليها رسومات. طيب تمام. نفتح ونتفرج برضه. احنا حاطين هو ابو يوسف يا جماعه حاطط من كل نوع شكل، لكن في بقى اشكال كتير من نفس النوع. طبعا لسه ماشي. تمام. نخش بقى كام مرحله بعدها. احنا قلنا برضه دي اشكال اركو بايركسات تانية صواني، ودي صواني تقديم برضه ماشي. دي احنا عاملين عليها عرض كنا مشغلينها 550 جنيه الاثنين الصنيتين. وفي حاجه جديده هوريها لك حالا برضه في الصواني اركو بايركس، تحفه جديدة تحفة. هنفرج واحدة واحدة دلوقتي. حاجات جديدة لسه جاية. كله ماشي يا جماعة. احنا بنشوف النهاردة زي ما قلت لكم أحدث أدوات منزلية نزلت السوق، وكمان عليها عروض مش بنخبي أي سعر، بقول لكم كل الأسعار قدامكم يا جماعة. بفضل ربنا علينا وبدعاء الوالدين طبعا. أيوة. وأم هنا واقفة معانا الله يخليكي. احنا بس بنقدر نجيب قطعة بضاعة نظيفة وما بنقولش عليها سعر غالي. أيوة طبعا. احنا بنكسب بسيط، المجموعة بتكسب أكتر. صح. يعني لما تيجي طقم واحد بس أكسب فيه 2000 جنيه حرام، لكن لما تيجي طقم اكسب فيه 200 جنيه انت بتزور حاجه عليا. ايوه. لا والعروسه تاخد بقى كل حاجه هي عايزاها. بالظبط. يعني العروسه مثلا لما تاخد جهازها برده كله بتبقى الدنيا اسهل. طبعا. ايوه بيس. معلش انت النهارده داخله هتاخدي شويه حاجات بقيمه 50000، وانا لازم اعمل لك وجبه، عايزك تمشي من عندي تروح تجيب قرايبك وتجيلي. صح. ده المكسب. كان يفضل. ايوه ده المكسب. أيوة. مش ان انا اديكي بيعه وخلاص. تمام. والحمد لله الحمد لله، لو احنا وحشين مش هيبقى في استمراريه. صح. مش هيبقى في توسيع. دي اهم حاجه. مش هيبقى في حاجات كتير. لا يا ابو يوسف فعلا انت ما شاء الله. الله من اول ما صورنا مع بعض وكل الفيديوهات الناس تشكر فيك، واللي جه بيكتب احلى تعليقات. طبعا يا جماعه هنستنى الناس اللي جت تكتب تعليقات كده تحت الفيديو رايها ايه، ومش محتاجين نعرف الراي طبعا. بس الحمد لله ما شاء الله دي جه مش على دماغنا. تمام يا ابو يوسف. خش بعد كده للصين. ماشي. بص بقى يا باشا، احنا عندنا تشكيله صيني كبيره. فانا مش هقدر اقول لك اسعار الا ايه اللي قدام منك. يعني مثلا قول لنا ده يا بوس الفرنج كام مثلا؟ عموما الرنجات بتبتدي من اول 4750 اللي احنا عاملين عليه عرض، هوريكي برده طقم جوه على الطبيعه. ماشي. تمام. لحد ما انت عايزه لحد 9. عندنا من ده مثلا في حاجه زي كده عامله 8.5 ما شاء الله. ده اصلا قبل الزيادات زمانه كان بارقام. يعني بعد الزيادات ان انتوا تاخدوا ده بالسعر ده يا جماعه ده لقطه. ده ب 8500 جنيه لان ده الاصل. بس تحفه التحف واصل. ده الاصل. ده الاصلي كمان. عندي التقليد بتاعه اخوه ب 5250 التقليد. بس تلاقي في ديفوهات بقى. تلاقي الشكل مختلف. وتقيل. الطبق تقيل. أيوه. مش الصيني اللي احنا ناخده يعني مش هنستركب. ده هو اهم حاجه متهيألي الصيني ده. هو اللي بيدور لانه بيبقى بيبقى هو ده الواجهه المشرفه في الجهاز. خالص خالص. تحفه يا جماعه. بصوا ده لما تيجوا لازم تشوفوه، اختيار رائع للصيني. ما عندناش منه كميه كبيره. ليه يا ابو يوسف؟ بص يا باشا الحاجات اللي زي دي كده احنا بصعوبه مقتنيات. بصعوبه عبال ما نستلم منها كميه. طيب يعني في مثلا انا عندي خمس قطع. لاول خمس عرايس هيجوا مثلا هيستفادوا منه. طيب يا جماعه اللي هيجي اسرع بقى واللي يلحقوا. هو ده الاندلس يا ابو يوسف ولا ده ايه؟ لا في منه اندلس بس ده مش الاندلس. ده مش الاندلس. ده اللي هو جديد الاب. ده متهيألي برضه بيعجب العرايس. جميل. الطبق في طبق يا جماعه بيبقى منقوش كده والطبق ساده. الله. الحله والبراد برضه مختلفين كشكل في العموم يعني مختلف. عرض على الفلات ده. ب 5200. 5000 لسه زي ما هو ب 5200 زي ما هو 5200 جنيه الطقم ده. 66 قطعه. 66 قطعه ده يا جماعه والحقوا لان ما عادش منه غير قطعه محدوده. عندنا برده كنا عاملين عرض على ده. ده الشكل المربع مش الشكل المثلث. خدي بالك معانا احنا بنوريك الحاجه الجديده.
ده الشكل المربع مش الشكل بتاع الطبق اللي هو زي ده كده. شوفوا يا جماعة كل الشغل ده لسه داخل جديد. بصوا ده الستايل القديم. ده الطبق القديم. ده الستايل الجديد. ده رباعي كده. ده رباعي وده ثلاثي. بالظبط. ده الستايل القديم كده صلاح. وده الستايل الجديد. احنا بقالنا كتير غايبين على اليوتيوب بس احنا راجعين بقوه. انتوا بقيتوا مركزين على الفيسبوك. ايوه احنا عاملين شغل جامد على الفيسبوك. لا يا جماعه طبعا جمهور اليوتيوب لازم ننزل بالتقيل. ده التقيل بقى. احنا راجعين له ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحاجه عامله ازاي. بصوا الطقم بسم الله ما شاء الله. دايما بستنى دعواتكم في التعليقات. امهات العرايس اللي بتشوف الفيديوهات وتبقى مبسوطه انها بتشوف حاجات قيمه زي دي باسعار حلوه. انا قلت لكم يا جماعه لسه الدنيا بخير ما شاء الله. بصوا يا جماعه انا بصي بس مكمله كده على الطبق. ام يوسف بتخليني ناخد بالنا من حاجات. ايوه طبعا حلوه جميل. انت ترفعي في النور يبقى شيك قوي جميل قوي يا ام يوسف. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحاجات دي بتبقى قوي. خفيفه بتدي صوابعي باينه اهي. أيوة ما شاء الله تحفه تحف. حتى الصيني كل قطعة فيه مختلفة. ولازما اجيب الكوليكشن الجديد. ايوه بس دي كده يعتبر عينات. احنا عندنا جوه اشكالات كتير هنفرق. ماشي دي عينات يا جماعة اللي عرض كده بسيط. ماشي ما شاء الله. شايفين بقى يعني الواحد عايز يقعد يتفرج كده. عندي من ده اصلي وعندي منه التقليد. ده الصيني. تتخيل ان ده الصيني مش الاصلي. ده مش الاصلي. ده مش الاصلي. بس يا بوسف 375 جنيه. ده 375 بس جاب اعلى حاجه في التقليد. اللي بيبيعوه بره بارقام مش عايزه اقول. طب ما ممكن يتباع على انه اصلي برقم. بس بنتكلم في كده. بصوا يا جماعه ده 375 جنيه. ده معروف اصلا ان هو غالي. بيتباع بره ب 700 جنيه. حلو قوي. بيكسبوا فيه بقى. وعند الاصلي. الاصلي موجود. عندي تقليد وعند الاصلي. بس انا بفهمك ان في اصلي وفي تقليد منه. ماشي يا جماعه. ما شاء الله حلوه قوي الكاسات اللي جايه جديده دي يا جماعه واسعارها حلوه. حاجتني يعني نقول ايه فيرست كوبي. فيرست كوبي. احنا لسه كوليكشن الكاسات هنخش بقى نوريكي لما نزل. ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحاجات الحلوه دي بسم الله ما شاء الله. ابو يوسف ما شاء الله ما شاء الله الاذواق تحفه. والحاجات دي اللي ما كناش نتوقع انها سعرها كده بصراحه. احنا حلوه ده بالبافاريا بقى. السكينه البافاريا بتاعت زمان اللي هي بتبقى صب منها فيها دي. ايوه بصوا دي كانت بتنزل زمان. بافاريا دي كانت بتنزل. بافاريا يا جماعه وهنعمل لك عليها عرض جبار. ماشي يا ابو يوسف اعملنا عليها عرض. يلا ب 650 جنيه كل ده. اه بالمقص كله بالساطور بالمسل بالحمل 650. طب دي في منها كميات ما شاء الله. دي يا جماعه ب 650 جنيه طقم سكاكين بافاريا. المنظر اصلا يخض. بصي ومش التقليد. بس انا جبت منه ستوك فالراجل بصراحة طلع عمل لك الواجب في السعر. ده رزقنا ده يا ابو يوسف. ده هندخله مش هنبيعه لوحده. هنجيبه نبيعه وسط جهاز العروسة عشان تستفيد. طيب يا جماعة 650 جنيه في بصوا خمس سكاكين بأحجام مختلفة منهم السطور الكبير والمسن والمقص والحامل. والميزة ان هو كله ستانلس فيعيش. وقطعة واحدة يا مهنا. بصوا احنا كده بنتكلم في قطعة واحدة. بصي قطعة واحدة. ايوه قطعة واحدة. مش قطعتين. ما شاء الله. هي قطعة واحدة بس. بصوا يا جماعة سكينة قطعة واحدة. تعيش دي يا ابو يوسف طبعا. تعيش ما شاء الله مية مية. ماشي يا جماعة الفيديو ده فيه كنوز للناس اللي كانت ناوية تشتري او اللي ما كانوش ناويين يشتروا يلحقوا بقى لان الحاجات الاصلية دي بالسعر ده رزقنا في الوقت ده. احنا عملنا عندنا الشهادات اللي عليها مكسب 25% عليها مكسب عليها مكسب 25% تيجي تستثمر عندنا تكسبي 25%. لا والله يا ابو يوسف انا دايما اقول للناس في الفيديوهات ما عادتش الفلوس ليها قيمه طبعا. حتى لو بنتك صغيره طبعا. وعجبك طقم سكاكين زي ده وعنتيه مش هيخسر. ايوه عمره ما يخسر. انا عندي بقى ال 25% اللي هي في خلال قد ايه؟ في خلال 3 شهور بس. ايوه ضرب انت بقى. ايوه الحاجه بقت بتزيد زياده رهيب. ماشي يا جماعه انا عايزه اوريكم كل التفاصيل يا جماعه. الكاسات تجنن. ده جزء بس العشاء الجديد. بصوا طقم العشاء الجديد ده جديد لسه 30 قطعه. 30 قطعه ده ذوقك يا ام يوسف اكيد تحفه. طب قلت لك عليه يبقى ذوق تحفه. ودي ام يوسف دي طفايه. طفايه كبيره كده كبيره شويه. جميله. ممكن تدفع بمنيره. ماشي يا ام يوسف. كده بالشيل على الحامل ده جديد برده بالبراد بتاعه. ده بيلف ولا ايه؟ لا هو ثابت. ده معاه براد. هو ثابت البراد بتاعه براد. البراد السكريه والمعالق. ده احنا لازم نشوف الطقم ده. مش هينفع نشوفه كده. ابو يوسف طلعه لنا كده مكسر الدنيا عامل. تحفه. بصوا يا جماعه متوفر بالوانه. حامل على صينيه بست مجات كده. وابو يوسف خد بقى البراد بتاعه كده وريه لنا. ده بيتحط كده اهو. بيتشال كده. حط دي كده اهو. السكريه بالمعالق بتاعته. بس المعالق ما تحطش هنا. دي بتحط فيها السكر. ممكن نحط معلقه كده مثلا. والبراد. ده شكله خطير يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. قدم ده كده. اللهم صل على النبي. تحفه يا ابو يوسف. ناخد لك صوره معاه كده يا ابو يوسف بقى. عروس. جميل. عايز عروس. جميل. لا 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 شاي معايا. عايز عروس.
لا عايز شاي العروسه. خلي بالك انا عايز شاي العروسه. خلي بالك الكلام. عايز انام في بيتنا. ايوه ما ينفعش الكلام ده يوسف خالص. ما شاء الله تحفه. تسلم ايدكم على التشكيله الجديده. كل مره نصور هنا يا جماعه نشوف حاجات كتير جديده. الحاجات حلوه قوي يا جماعه وده خفيف قوي ما شاء الله. طقم قهوه جنن. ده تبعه بالكنكه دي بتتحط على النار يا ابو يوسف. هو احنا بنحاول لحد ما هي بورسلين فتحط على النار عادي مش تقول بس لا بس بلاش احسن. وهي مش هتقول لا لان هي خامه بورسلين بس احنا كده كده ده استخدام نيش. اي نيش. هم بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا القهوه معموله قبل ما تغلي. ما هو ده لازم قهوه بوش قبل ما تغلي يحطوها هنا تحطها على النار. دي التسخينه بتاعت الوش بس. وبعد كده يحطها على النار. اصبح انه يقدم في ده عادي جدا. اسبريسو حط زي ما انت عايز. بس طعمه عظمه قوي. تحفه. انا والله يا يوسف انا مبهوره بالحاجات الجديده دي قوي يعني ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحاجات عندنا المج السته اللي نايم ومج السته الواقف. شوربه المجات الاربعه المجات دول حلوين قوي. بصوا الالوان في بنها كافيه ورا ازاي يا جماعه. ده بتاع الاندلس. تحفه. ده الاندلس كله عارف الاندلس براند. كده شغال وكده شغال. تحفه. بالوان ده شكل وده شكل. الاسعار اسعار الحاجات دي بتبقى في رينجات كام يا ابو يوسف؟ نجيب لك يا باشا ونقول رينج ليه؟ نجيب بقى ونقول الاسعار يلا. ايه يا جماعه مبسوطين؟ ايه رايكم؟ احلى حاجه واجدد حاجه بعروض رزق العرايس بقى اللي كانت ناويه تشتري بعد العيد. ما شاء الله. تلحقوا بقى يا جماعه الحقوا لان في حاجات برده لما هتخلص احتمال تيجي باسعار اعلى يا ابو يوسف. صح؟ تشكيله حلل النهارده بقى الحلل. الحلل عندكم حلو قوي. الطواجن دي جميله يا ام يوسف. دي بتدخل الفرن. حراري دي بس جميله قوي. دي بورسلين دي ولا ايه؟ بورسلين دي الجديده الحراري اللي هي عليها رسومات. تحفه. بصوا يا جماعه ثلاثه مع بعض كده. ثلاث طواجن بقى. مكرونه بشاميل جلاش. شفتي البومبونيره دي؟ دي جديده برضه. بومبونيره يا جماعه ولا الطاجن القمر ده؟ ودي عليها عرض ب 350. دي 350 ماشي. المج الأربعة ده سعره 575. 575 المج الأربع قطع ده يا جماعة. الأندلس. ركزي في الكلام ده الأندلس. ماركة معروفة. الأندلس أه الأندلس أصلاً بيبيع حاجته غالية. أيوة. يعني لو الدنيا عادي في المجات الأربعات والستات مج الستات من 275 350. ماشي يا أبو يوسف. في حاجات كتير هنا وده إيه يا أبو يوسف ده؟ دي حاجة جديدة كده طبق فاكهة بالتسالي بتاعها. هنشوفها برضو مبترية من بره. أما نطلع بره دلوقتي. يعني يبقى الفاكهة محطوطة فوق في الطبق وهنا تسالي. طيب حلوة وعملية. طبق فاكهة وتسالي. حلوة قوي. بصوا يا جماعه الحاجات الجديده يا جماعه. الشربات الجديده لسه هوريك. لا لا شفتوا زي ما قلت لكم. طب ده بقى الكوليكشن القديم. انا هوريك بقى الكوليكشن اللي بعده. طب يلا بينا. تعالى بينا يا باشا. لايك يا جماعه للفيديو ما تنسوش. الحاجات تجنن. الله بصوا ده طقم. ده شاي وجاتوك. دي شاي وجاتوك لسه. الله ما شاء الله. الاشكال الجديده كلها. بص الشاي تتراوح من 1750 ل 2950. ده العادي. الاندلس ممكن يزيد له 100 جنيه 200 جنيه. طب انا بالتفاصيل. طب ايه ورا احنا بناخد كل بص عموما بس وبعد كده نرجع تاني. يعني بص يا باشا دي شنطه. دي خدها معايا شنطه. ده مش مضه ده شنطه يا جماعه. دي شنطه قد كده اهو. طب شفت الشياكه اناقه لبقه مج على شكل شنطه. طقم عشا رائع. طقم جاتوه ينفع كده. هو اصلا يعني ده مش محتاج اصلا. يعني الحاجات دي تبقى معانا في عروض النهارده يا ابو يوسف. موجوده في العروض يا باشا ما شاء الله. يا جماعه احنا بقالنا كتير غايبين على اليوتيوب بس راجعين النهارده بحاجات فظيعه. بقوه. الجمال ده يا جماعه. الجمال ده يا جماعه. طبعا فرص تستغلوها زي ما قلت لكم قبل كده. كانت الفيديوهات بتيجي قدامكم. اللي عايز يشتري دلوقتي يشتري بعد شهر. لا عجله بالشراء عشان نضمن السعر اللي بيتقال في الفيديو قبل ما يتغير. واكيد الناس بقت عارفه الكلام ده طبعا. بصوا يا جماعه جمال ده برده تحفه التحفه. ده جديد. ده بقى روعه. ده الاندلس. ده الاندلس برده يا جماعه. بصوا عامل ازاي. شفتي الشياكه؟ شفتي تفاصيل المج عامله ازاي؟ جميل قوي يا ام يوسف. شفتي البراد بتاعه عامل ازاي؟ ما شاء الله. بصي اي حاجه انت للسوق بقدر اجيبها. يعني انت شكلك خاويه. البراد بتاعه دور باين. انت عايزه انت خاويه الحاجات دي. بتحبي الحاجات دي قوي قوي. اي حاجه تنزل جديده باجي على طول اجيب. تحفه. الله طب لا بقى الجديده. شفت العظمه. شفت الحاجات الجديده. الله مش بشكر في حقسي بس انا ما شاء الله عندي المره دي كولكشن جامد. ايه ام يوسف؟ ايه يا ام يوسف؟ ايه رايكم يا جماعه؟ طبعا الناس اللي متابعاني دايما ومتابعه الفيديوهات ومتابعه العروض الفيديو ده مميز. بابا المجال. بابا المجال. تعالي بقى شوفي العظمه ده. ايه يا ام يوسف؟ بص شاربه من حياتك انا شخصيا يعني امال العرايس بتتفرج ايه؟ الجمال ده شكله غريب قوي على حامل كده. شفتي البنت ده؟ بعدين وبعدين يا ام يوسف. الله طب شفتي الجيل القمر ده؟ ده الجديد؟
انا هستناكم هنا يا جماعه، هستناكم تيجوا على طول، الحاجات تجنن. انا متاكده ان الفيديو ده هيكسر الدنيا، متاكده ان شاء الله. كفايه وجودك فيها يا ام يوسف، كفايه وجودك وذوقك الجميل واختياراتك الروعه، حاجات حلوه بجد. وكمان اللون ده بصوا، البينك الرايق والمنت حلو قوي. يا ام يوسف، في ام يوسف انا بوري اهو. الله، بصوا العصفوره اللي قاعده فوق دي، التفاصيل تجنن. ايوه الله، ايه الجمال ده. شوربه مع الكبشه بتاعها يا باشا. احنا بقيت بدانا نغير، الستات اللي اتجوزت من زمان بدات تغير. بصوا يا جماعه، الجديد شديد يا باشا. بسم الله ما شاء الله، مميزه، حاجات مميزه يا جماعه، حاجات مميزه زي ما متوفره كده ما شاء الله. مستفزت. الطابلات برضو اهتمي بيها برضو. ما هو انا كده مش الطابلات دي، بص ده بقى دي لسه نازله. ما ده انا عاجبني بصراحه الغطا بتاعه بقى، ميزه سيليكون عشان ما نحطه على الرخامه يثبت ما يجريش ما يقعش. بس مش التفاصيل روعه، حاجات كلها. وكمان ازاز يبين اللي جواه، يعني عشان تحطوا الحاجه تبقوا شايفين اللي جوه البرطمان ايه، استخدام ولا لون يطلع ولا كلام من ده. شغل اكسفورد يا باشا، عالي عالي. اربع ثلاث برطمانات كبار وسته صغيرين وزيت والخل، وهنعمل لك عليه احلى واجب. موس يسمي كده يا ام يوسف، مستعجليش. مش مستعجله، ده اللي معاه المزيته زيت وخل. احنا لو قعدنا نشرح مش هنخلص النهارده والله العظيم يا جماعه. الفيديو ممتع جدا والحاجات تجنن. ماشي، هنعمل لك عليه عرض يا ام يوسف، ايه رايك؟ اعمل لنا عرض اكيد. انا اعمل لنا احنا 1050 بس. 1050 بس، وده اكيد هينزل باسعار عاليه يا باشا. هو اصلا نزل النهارده عليا ب 1250 النهارده، يعني سعره عالي يا جماعه. ماشي، احنا الشغل اللي هيخلص عند احنا مش عارف نكرره عشان سعره. الورد جديد برضه يا ام هنا، عايزه اوريك الاشكال. حلو ده يا ام يوسف، ده الجديد حلوين قوي، متهيألي يبقى عملي ده. عملي جدا. اللون بتاعه ولا يطلع ولا كلام منه. سعرهم بيبقى كام الدوار ده يا ابو يوسف؟ من 550 ل 650. طيب في المعقول. والذهبي ده حلو برضه عملي؟ والذهبي ده عملي. جميل، اصل بفكر اشتري طقم توابل يا جماعه جدد كده. الشغل الارضي قوي برضه يا ام هنا، شوربه كاسات. اوريكي حاجه منه؟ ده اللي هو زي اللي معروض في الباترينا ولا ده حاجه تانية؟ طب مش وريه لنا يا ابو يوسف. ماشي، بصوا يا جماعه ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بعيد عليكم الكلام تاني، بعيد عليكم الكلام تاني، ان احنا بنشوف النهارده احدث حاجه، احدث حاجه، مش مطلعين حاجه بسعر قديم او حاجه مركونه ونقول لكم ده عروض. لا يا جماعه، جايبين لكم اسعار حلوه على احدث حاجه، خدوا ده في الاعتبار. الار سي ار اهو، مفيش عروض، مبيغيرش رسوماته. بس هو ده أرسل. منافس للكريستال الاصلي، يعني ايطالي. ايطالي طبعا، كل امهات العرايس عارفه يعني ايه ار سي ار. معروف اصلا، يعني كاس الار سي ار معروف. معروف حاجه بتعيش العمر يا جماعه، مش محتاج ان احنا نعرض فيه الصراحه. يعني في حاجات نقدر نعرضها للزبون، ايه في حاجات ما ينفعش، هي كده كده معروفه. بالظبط. طب واسعارها يا بيوسف في عروضنا النهارده؟ هقول لك يا باشا، قول لنا. شو ما بقول كده بس ما بيزعلناش يا جماعه، قولها اقول لكم. 100 100، عشان نشوف بقى، ما احنا متعودين ان احنا نشوف دايما بايه الليست، عشان احلى حاجه ان ابو يوسف بيقول لنا اسعار الليست، يعني هو بيعتمد على بقى مكاسبه من التجار اللي هي بتبقى زي مكسب المصنع كده. 1250 الطقم اللي احنا شفناه ده ار سي ار. ما شاء الله يا ابو يوسف، تسلموا يا جماعه، والله العظيم تسلموا ابو يوسف وام يوسف، ان هم مفيش كده والله، ما في كده. التوزيع الجديد ده، توزيع استفاد جديد ده. اوريكي برضو حاجه منهم. ماشي يا جماعه، شوفوا الجمال، شوفوا اطقم المعالق، واللي بيبقى معاه سكاكين وشوك على حامل طقم سفره. طقم سفره بس خيال طبعا يا جماعه. مبسوطين جدا انكم بتشوفوا الحاجات الجديده دي، والنهارده الشغل عالي. النهارده الشغل عالي، ده لازم تحطوه في الباترينا يا ام يوسف. تسلم يا ابو يوسف، الله ينور. سؤال لسه جاي. ماشي يا جماعه، احنا عايزين نتحمس شويه، وانا بعرض لكم، لان انا بصور لكم بالليل. الشغل يستاهل مليون كلمه على كل منتج بنشوفه حلوه، لان بصراحه الشغل عظمه. ابو يوسف بقاله كذا يوم بيقول لي يا ام هنا احنا بنجهز عشان ننزل بفيديو قوي. بصراحه يا جماعه الشغل عظمه بمعنى الكلمه. دي بقى طقم بيبقى الفتحات والمصفه بتاعه الثوم. حلو ان هم عاملينه في حامل عشان ما يتنطورش. بقى جديد 100 100، الشغل الجديد كتير يا جماعه، كل ده شغل جديد. الصواني، الصواني بتاع ام يوسف اهي. الله الله الله، ام يوسف مشهوره بالصواني يا جماعه. برافو على ايه يا صبحي. يا باشا فين سكينتنا الحلوه؟ العلبه شكلها اصلا من غير حاجه، شكلها جميل. اكس فورد.
سكورد ده براند. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هي دي خشب يا ام يوسف؟ الله ده تعيش. ايوه يا جمالها. انت يا ام يوسف عايزه صوره جنب البتاع دي؟ ايوه يلا خدي لك صوره. اعدليها بقى كده. الله بسم الله ما شاء الله يا ام يوسف. بصي عايزه اقول لك الصينيه دي جهزنا منها كميات. موجود. عامله حسابك. واثقه في نفسك قوي. عامله حسابك. يا جمالها ويا شياكتها ويا حلاوتها. صينيه الاكس فورد الاصلي اللي بسم الله ما شاء الله تحفه فنيه. بيبقوا اتنين يا ام يوسف؟ اه اتنين. اللهم صل على النبي. انا عرضتها على الفيس، كنت جايب منها 10 كراتين ما قعدوش ما شاء الله. اقسم بالله ما نزلناها على الفيسبوك وعملت عليها بشكل كمان. ليه يا ام يوسف؟ ليه؟ الكوز اللي يجي لاخر ست اللون ده يجنن 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 يجنن. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. اللهم صل على النبي. وحاجات تعيش بقى وفنيش تبقى تحفه في استخدام. لسه ده احنا هنبهرك. ماشي يا جماعه. مش هنقرا الحلل بقى ولا ايه؟ اه يا ام يوسف مصممه على الحلل عشان جايبه لكم النهارده نيو فليم، جايبه لكم كركماز، جايبه لكم كمان نيو كلاين. يا جماعه احنا مش عارفين نخلص المنطقه اللي احنا فيها دي. يمشي بس عشان الفيديو ما يطولش. طيب يلا بينا ندخل الجزء الجديد في سنتر الاستاذ ابراهيم اسماعيل. الجزء الجديد بس على نيو كلاين. النيو كلاين كله اشكاله طلعناها بره في السالك. تمام. نيو كلاين يا جماعه ده برضو عامل قلق هنا منزلينه على الفيسبوك. دي جديده. اه ما شاء الله جديده. الدنيا ما عادش فيه منه ولا طقم. دي الحلل اللي بتبقى غطاها يعتبر حله. غطاها حله يا جماعه. استمتعوا يا جماعه، استمتعوا وانتوا بتتفرجوا كده وفضوا نفسكم زي ما بقول في الفيديوهات الحلوه دايما، واقعدوا اتفرجوا بمزاج لان اللي هيحصل النهارده مش عادي. انا عندي حجوزات للناس بتاعه الفيسبوك لسه ما وقفتهاش. في النيو كلاين. في النيو كلاين. انت كنت عامل سعر اصلا ولما غلى انت التزمت بيه زي ما انا. ايوه ولحد الان زي ما انا. يا ام يوسف ما شاء الله. ولحد الان زي ما انا. انا بشيل الفرق اللي مش عشان شياله، لا عشان انا شغال مع ناس محترمه. ايوه يا ابو يوسف. ناس محترمه بنتفق في كميه فخلاص. هو معايا محترم. بص اصلا التقفيل بتاع الطقم لوحده. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الطقم. على فكرة ده انا في منه التقليب بتاعه والله. ده الاكس فورد. اه ده الاكس فورد. ده الاكس فورد الاصلي. اه لان في منه مقلدينه كده بس انا طبعا ما بجيبش التقليب ده. عندنا اسبوعين يا ام هنا او ثلاث اسابيع ما ندخلش قطع لان الطريحه ده مصري. فالطريحه اللي كانت طالعه كانت طالعه مش لده. نيو كلاين مش لده. فاصبح ان انا بخاطب السعر اقل. ماشي. وعموما ده مش الغطا بتاع الحله دي لان ده الغطا بتاع الحله الاقل. بس شوفوا يا جماعه الغطا ينفع طاسه، ينفع استخدام تاني، وفي حاجات تانيه متقسمه تغطوا الحله كده او تستخدموا دي برده. خلوا بالكم مثلا للبيت. للبيت اه اهي يا جماعه. بصوا بصوا يا جماعه وهي ليها غطا برده كمان. يعني هي الحله بتبقى ثلاث قطع. الحله ثلاث قطع. ده ام يوسف عادي كده. بصوا اهي افتحي لهم بقى الغطا كده يا ام يوسف. بصوا يا جماعه الحله بتبقى ثلاث قطع تقدروا تستخدموا في المقلايه. اه ممكن تسووا حاجتين في نفس الوقت. اه بالظبط. ما شاء الله كل الحلل على كده. والحله الكبيره غطاها متقسم. الله قلبت الدنيا الحلل دي يا ابو يوسف. احنا مش هنعرض اصلا فيها. ما عنديش كميات منها اصلا. هما في برضو كميات بس بما ان الناس بتيجي كتير جدا عليها فتعتبر الكميات مش هتكفي. ايوه يا ابو يوسف مش هتكفي. بص يا جماعه التقسيمات بتاعتها تكوينات كتير. اه انا شايفه ملاحظه عندي 10 منه تكوين ومنه تكوين تاني. وعندي منه ال 14 يعني ده 13 مثلا. وده 13 ده مع لبانه ومعاه مقلاه غويطه ومعاه صينيه فرن. ده الطقم العادي الاوريجنال العادي بتاعنا. ماشي. انا ما بجيبش الطريحه الا دي الا بتاعه اكس فورد. بس اكس فورد انضف نوع في النيو كلاين. بالظبط. هو والعلم هم قلدوا حطوا جابوا يعني اكس فورد لون ستيكر بيتلزق عليه من الجنب. فيعمل ايه عشان يوصل لان هو يبيعه بسعر الغالي؟ ايوه يقوم جاي جايب الاستيكر عامله خارجي ولازقه على الكرتون. لا يا جماعه طب خلوا بالكم من الكلام ده عشان ما حدش يطلع حتى يقول لكم بسعر اقل فتفكروا ان هو هواه. خلوا بالكم الحاجات دي بقى فيها لعب. فاهم حاجه في الموضوع انكم تروحوا المكان ثقه وبيراعي ربنا. واهم حاجه طبعا الناس اللي بتبقى متابعه فيديوهاتنا عارفه ان احنا ما بنصورش غير في اماكن ثقه منها طبعا سنتر الاستاذ ابراهيم اسماعيل. يا جماعه بقى انه هو يمكن سنتين واكتر بنصور هنا وما شاء الله الناس بتبقى مبسوطه جدا لما بتيجي كمان وتتعامل في المكان. الحمد لله. ماشي يا ابو يوسف. خش بقى على الايه اللي ايده منه فيه الجديد ده اللي هنعمل لك عليه عرض جبار. ده ايده منه فيه يا جماعه اللي هو بتبقى حله كامله كده. ده بيبقى جرانيت برضو. جرانيت جرانيت. بصوا الوانه وجمالها. جرانيت يا جماعه. ماشي يلا نشوف. هنجيب سعره. القطع اللي فيه حلو
وبعدين المستورد ده شخصيه انا بتعامل معاه بقالي 15 سنه 15 سنه بتعامل مع الشخصيه المستورد ده. الراجل ده قمه الاحترام والادب في تعامله ما شاء الله، فمش هيعمل حاجه عليه. الله بسم الله ما شاء الله. مرخم فصمه طبعا يا جماعه. زي ما قلت لكم الناس اللي متابعانا دايما لما بمسك حقله هنا عند استاذ ابراهيم اسماعيل او اللطقم الحلوه دي اقول لكم اهم حاجه ان الحاجه ما شاء الله محمله. يعني في الحلل نحب الحاجه تقيله ومحمله، في الصيني لا، نقول الصيني لازم يكون خفيف. فانتوا هتيجوا تشيلوا الحله او الطاسه مش هتقدروا تشيلوها فعلا، حاجه تقيله. وبرده احنا بص يا مهنا، احنا الحمد لله بفضل ربنا ان احنا بنقول للزبون النضيف فين واللي أيوة. مش نضيف فين. ده عندنا وده عندنا، ده موجود ده موجود، وهكسب في ده هكسب في ده، ايه اللي يخليني اضحك على الزبون؟ ويديلي كام لون على فكره يا مهنا؟ أيوة هو ده اللي هو الجديد. الشغل الجديد كله كده، ايوه بيكب كده، كل الجديد بيكب، كل شغل جديد ليه. حاسه ان هو في ذهبي زيتي اسود، ما تبقوش عارفين ده مش هقول لهم ايه، ما تعرفوش لونه ايه. ده جديد، هات يا ام يوسف بقول لهم سعره بقى. مفيش حد برضه بقى يشتغل بالليسته كده، مفيش. لا الحمد لله رزقنا في السماء. طقم حله اهو 3650. كم قطعه؟ 3650. 19 قطعه. 19 قطعه يا جماعه. 3650. مش 100، 3650 و19 قطعه، يعني عدد كبير. ماشي كل ده الاصل. عندي برضه منه التيفال كده كده، افتحه لك برضه. ماشي في تيفال. التيفال الماليزي الجديد. التيفال ماليزي. هو تركي بس الموديل بتاعه ماليزي، احنا متعودين على. احنا كل ده ما دخلناش قسم الحلل. لسه الحلل جوه بقى قسم كامل يا ام يوسف. ام يوسف شكلك مخبي لنا حاجه كده جوه فاتحينها. ايوه افاجئك. احنا الفيديو بتاع المره دي المفروض ياخد 6 ساعات. احنا معاك يا ابو يوسف. عروض. عروض عروض عروض. عروض وهنعرض وهنعبر. ايوه ان شاء الله. خد يا باشا. الطقم ده تقليد حاجه اسمها سابلون. بص الحاله عامله ازاي، محمل برضه جديد بقى، غطى نفس اللون ده الجديد، غطى من نفس خامه الحله. أيوة. فما يتكسرش ويعيش بالظبط. حلو قوي ده، لسه نازل نوع جديد فالخامه بتاعته جميله ما شاء الله. الحاجه لما بتبقى نازله في اولها بتبقى خامتها حلوه يا ام يوسف. سعره 3450. 3450 جنيه. الوان موجوده ما شاء الله، ثلاث الوان بس. طيب بالنسبه ان احنا بنشوف قطقم بالجوده دي بالسعر دي يا جماعه حلو. دلوقتي اللطقم اللي ما تزعلوش مني ما لهاش قيمه دلوقتي بقت بتنطق فيها فوق ال 4000 جنيه دلوقتي. ابو يوسف وام يوسف بيقولوا لك قطقم ما شاء الله بجوده عاليه ب 3000 جنيه وشويه. يعني حاطين مكسب على الطقم ده 100 جنيه والله يا ام يوسف، ما شاء الله عارفين والله فعلا 100 جنيه. هي ما جابتوش عشان هي عارفه انها يعني هي ما تعرفش السعر بس عارفه انا بحط ايه. تسلم. عارفين والله 100 جنيه ما شاء الله. خش يا باشا بقى على الايه، يلا تعالوا بقى نكمل عشان احنا في حاجات كتير. في طبعا هنا يا جماعه الرفايع كلها طقم الكنك البرادات الكاتل الاطقم توزيع مختلفه، في اسعار اقل، اي سعر انتوا عايزينه هتلاقوه برادات. يعني مش كل حاجات الجديده برضو، لا في حاجات في المعقول في كل المنتجات. يعني شايفه هنا برضو ابو يوسف اطقم شوربه يعني اشكال والوان يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. ماشي يا ابو يوسف يلا بينا، احنا عملنا لكم عظمه جديده. دي التوزيعات كلها بالتوابلات، احنا الحمد لله المكان لما وسع خلانا نقدر نشوف ونوريك بقى تمام. نوريك العرض ازاي ووريك الحاجه ازاي، هفرجك واديك سعر. ماشي يا ابو يوسف ما شاء الله يا جماعه. تيجوا بقى انتوا تتفرجوا على الحاجات الحلوه دي عشان ندخل هنا برجلك اليمين. يلا نسمي الله برجلك اليمين. بسم الله توكلنا على الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي يا جماعه. هنا بقى بكل انواع الحلل ده الجديد. الجديد ده الله، هنجيب كده الصوره من بعيد يا جماعه ما شاء الله يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله. هنا كمان بقى الصيني والاركوبال والبايركس وكل الانواع موجوده هنا بكل كميتها ما شاء الله. من الاول كده وفرجي مكان بقى واسع ما شاء الله يا ابو يوسف. يعني النهارده احنا بقينا بنخدم يا جماعه تجار الجمله على اعلى مستوى، والتجار والعرايس كمان يعني العروسه. ماشي ونشوف المخازن هنا يا ابو يوسف. برده التاجر بقى يقدر يشيل حاجته من الفرع ده. الحمد لله ماشي خلاص، ما عادش بقى بندخل فرع الجمله اللي جوه، لا التجار تيجي هنا يا جماعه اسهل. هنشوف ايه ولا ايه ونبدا من ايه يا ابو يوسف؟ هنبدا من ايه؟ هنسيب لك الكلام مقفول بقى لان احنا مش هنعرف. احنا لو عرضنا كل حاجه احنا ان شاء الله يعني على بعد بكره كده عم نخلص. طيب طبعا تشكيله النيوفلام، نيوفلام اهم حاجه، نيوفلام المدور والمضلع المصري والسعودي وكله ان شاء الله بفضل ربنا موجود. نيوفلام يا جماعه القطعه ال 14 ال 15 كل حاجه موجوده من اول 8 كل حاجه موجوده. عندي 8 ساده ومضلع، 9 ساده ومضلع، 10 ساده، 11 عندي ال 14 كل تكوينات النيوفلام الاصلي الحمد لله كله ما شاء الله ربنا يوسع. ده بالنسبه للنيوفلام، تشكيله النيوفلام تشكيله السافرون كلها موجوده. طبعا السافرون مش عارفين نقرضه ده كركماز كله موجود، عند الالفا في الكركماز وعند الجراند وعند تشكيله الكركماز كلها ما شاء الله، عند تشكيله القرشه كلها ما شاء
قرشه الاصلي ما شاء الله الاصلي بسم الله ما شاء الله تمام. حلل الضغط الحلل الكبيره الصغيره المقاسات كل حاجه موجوده يا جماعه. وفي برضو اطقم الصاج موجود الاستانلس موجود الالومنيوم حتى لو عايزينه موجود. في اطقم الاندلس اللي نازله جديده الاستانلس اهي الاطقم اللي بتبقى معاها حله البخار الكبيره احجامها كبيره كل حاجه يا جماعه موجوده اهي ما شاء الله. في كميات متوفره هتفرج كميات متوفره. عايزين اطقم بيبقى معاها حلل بس تبقى حلل بس موجود. اطقم بيبقى معاها القوالب والصواني موجود. ايه رايكم يا جماعه؟ متهيالي النهارده استاذ ابراهيم اسماعيل زي ما قلت لكم في اول الفيديو نازل بكل قوه يبهر كل الناس اللي ناويه تشتري ادوات منزليه او اللي كانوا داخلين يعني بالصدفه يتفرجوا. احنا ما شاء الله اللي جاي معانا ان شاء الله احلى. طبعا دي الباترينا الثانيه الجديده ما شاء الله. دي الاركوبالات الجديده دي تشكيله الاركوبالات الجديده اسعار قديمه واسعار بصي كوليكشن 23 بسعر 19 الله. بص الحلوه اللي فوق ده يا جماعه بص الجمال الاشكال تحفه فوق 2200 ل 2750 طيب 100 هنا برده صيني دي هنا صيني جديدة. تاني غير اللي احنا شفناه بره يا جماعه. بص ده معانا ده اللي معاه شيلت الكحك الجديد معاه شيلت الكحك طقم ده روعه فيكتوريا فيكتوريا زي ما احنا قلنا الموضوع المكان يستحق الزياره المكان يستحق الزياره لازم 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 يا جماعه. الحاجات دي بتبقى موجوده في المعارض اللي انتوا عارفينها فين وانتوا قلتوا لي بتدخلوا بقى تتبهروا وتدفعوا ارقام. لا يا جماعه هنا في العادي هنا مفيش ارقام خياليه هنا تشتروا. انا مش محتاجه تشتري عارفه لما تيجي تتفرج. انت كنت يا ابو يوسف اكتشاف من اول فيديو صورناه عندك ان انت موفر شغل المعارض اللي بتبقى هقول يا جماعه في القاهره على مساحات كبيره باسعار الناس ما بقتش مصدقه. بقينا نعرض هنا طقم مثلا صيني ب 4000 يقول لك ده احنا جايبينه ب 8 بقينا نعرض طقم حلل مثلا ب 3000 يقول ده احنا جايبينه ب 9 والله اسعار النيوفلام واسعار الكركماز واسعار السفلون هنا كانت بالنسبه للناس صدمه. ايوه على الليست الارقام اللي انا قلتها الناس خلاص ما عادش بتكسب في النيوفلام. ايوه يا ابو يوسف من ساعه ما انا دخلت النيوفلام بفضل ربنا كشفت سعره بقى خلاص. ولسه زي ما احنا يا جماعه بسعر المصنع او بسعر الليست نيوفلام يا جماعه. كل الستات اللي عايزه تجدد تيجي يلا تشتري وتتفرج على المكان هتتبسط. الشكل الجديده دي منها شايله الكحك ومنها تسالم جميله قوي يا ميس جميله تحفه بالوانها متوفره دي برده بالوانها متوفره ماشي حلوه يا جماعه. الشغل الجديد ده الناس تيجي تلحقه دلوقتي زي ما قلت لكم اللي تعجبها حاجه لبنتها تيجي بسرعه تاخدها لان يعني غيرك هياخدها وبعد كده تشتري بالغالي ليه. مثلا كشايله الكحك دي عجبتك لبنتك تعالي خديها وخدي لها شويه حاجات كمان وعيني بالظبط ماشي يا بص بقى مهند احنا هنا جزء الحلل كله كامل تمام كل اللطقم دي ان شاء الله الزبون لو حب يتفرج على اللطقم كلها فرجه 100 100 ابو يوسف من الصغير من اللي استلس ابو 2300 جنيه لسه موجود استلس من اول 2000 يا جماعه. طيب عموما احنا اسعارنا في الحلل بتبدا من 2000 و لحد بقى ممكن 14000 موجود اللي هو مثلا نيوفلام اللي اعداده الكبيره بقى ماشي يا جماعه حاجات غالي ماشي يا جماعه. انا في واحده قابلتني وقالت لي انها جابت النيوفلام اكبر عدد ب 19000 جنيه مفيش الكلام ده يا جماعه خلوا بالكم كتير قوي 12 وشويه عشان بس الناس بتجري ورا كلمه النيوفلام والكركماز وتروحوا لا يا جماعه دوروا دوروا عندي نيوفلام اصلي في عندي نيوفلام هفرج الزبون ماشي هفرجي ماشي يا ابو يوسف. عايزين نتفرج بقى على قسم الاقسام اللي جوه والمخاز. لا لسه لا لا يا مهند بص وراكي بقى احنا هنا احنا بقى الناحيه الثانيه هنا بقى ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كله شغل جديد كل ده يا جماعه كميات الحاجات اللي احنا شفناها بره كل ده يا ابو يوسف الجمال ده يا ابو يوسف الله ينور الحمد لله. انت شكلك تعبت الفتره اللي فاتت دي في تجهيز الشغل وتدخيل البضاعه. انا قلت هعمل فيديو يوتيوب مفاجاه ما شاء الله بكميه شغل وبسعر 100 100 في ظل ان احنا النهارده الشاطر اللي يقفل باب مخزنه ويقفل باب دكانه ويقعد في البيت هيكسب واحد في البيت هيكسب. ايوه البضاعه كده كده بتزيد بالظبط اي بضاعه يا يوسف معلش مقاطعه لكلامك بقت عامله زي الذهب. أيوة. تجري الذهب النهارده مثلا باع ما باعش كسبان بالظبط لكن احنا هنا مفيش الكلام ده. انت بعت القطعه هتجيبها بعد كده بالغالي صح. فيا جماعه فرصه صدقوني فرصه الناس متابعاني وبتثق فيا طبعا. انا بقيت مش بقول كمان العرايس اللي على وش جواز البنات الامهات اللي عندها بنات لسه ما اتخطبتش ابدئي هاتي وعيني فعلا يا مهند احنا انا جات لي زبونه بتقول لي فعلا انت عندك هنا شهادات الادخار مش في البلد. ايوه صح صح هنا الشهادات بتاع الادخار فعلا. أيوة. الشهاده عندنا احنا تكسر. اول ما طلعنا بطقم نيوفلام كان ب 8000 وب 7000 ال 14 كان ب 7000 و8000 ب 7800 جنيه اه 7000 وعدل 11000 شوفوا يا جماعه وفي فتره قصيره فشوفوا بقى اللي جابته وعانته لبنتها فازت ولا ما فازتش وفرت لها 4-5000 جنيه بالزبط. عشان كده اي فيديو يتعرض مش شرط عند ابو يوسف هنا في الادوات المنزليه اي فيديو فيه عروض استغلوه يا جماعه استغلوه. انتوا شفتوا النهارده الشغل وعجبكم يلا تعالوا وتفرجوا
اتخرجوا وخدوا فكره واشتروا، انتوا المستفيدين. ماشي يا بيوسف؟ الادخار عندنا ايوه، دي فعلا هتبقى عنوان الفيديو كمان. ده تشكيلته كلها موجوده. ماشي. اللي هو اللي بره الحراري وعندهم دول التايلاندي، دي كلها رسومات غير اللي معروضه. تمام ماشي. يبقى عنوان الفيديو هيبقى شهادات الادخار عند ابراهيم اسماعيل عندهم يوسف كمان. بص عندنا كمان اشكال الصيني دول كلهم غير المعروض. بصوا الطقم الواحد فيه منه كام شكل يا جماعه، بصوا الطقم المدور فيه منه كام ستايل تحفه. بصوا الستايلات الاسلامي الحاجات الحلوه دي تحف تحف، كل ده موجود كل ده بس ده مثلا رسمته دي، ده مثلا هتلاقوا رسمه تانية كده يا جماعه. ايه الجمال ده، واحد مستمتع وهو بيتفرج. انا يوسف عامله ازاي؟ مبسوط 100 100 يا جماعه. طبعا لازم زي ما ابو يوسف وام يوسف قالوا المكان يستحق الزياره. وطبعا احنا بنعمل واجب للعروسه وبنعمل واجب لام العروسه. ابو يوسف انا هورطك في الفيديو، لازم العروسه اللي تاخد حاجتها كلها يبقى الشحن مجانا. موافق. ماشي يا ام يوسف، العربيه بتاعتنا توصلها مفيش مشكله. ماشي يا جماعه، العروسه بقى اللي هتيجي ان شاء الله تاخد حاجتها تبقى هديه من سنتر استاذ ابراهيم اسماعيل كده، الشحن مجاني. وغزه عروسه برده هعمل خصم على النهارده 3% بس، لان اصلا احنا حارقين اسعار. يعني هي مهنا قالت ايه، عربيه هنطلع عربيتنا مفيش مشاكل، دي مش هنصرف عليه. لازم نتالق في الفيديو كده يبقى فيه. طيب وعلى الفاتوره ما تنسوش ان ام يوسف قالت خصم 3%. ده مني ليه؟ ده بعض الاسعار اللي بتتقال كمان، هي اللي هي وجودها في الفيديو اللي بيفرق بصراحه. نخش بقى على الكولكشن اللي بعده. يلا هنا ده المخازن، ده بارتيشن، خش على البارتيشن. يلا بقى بينا. بسم الله. هنا يا جماعه يعتبر المخازن والرفايع. بص هنا اوريكم بس كده، ما شاء الله الشغل كتير اهو برده. ما شاء الله. هنا بقى الكاسات والشربات ما شاء الله ما شاء الله، وبقيتهم لسه طبعا عشان مش عارفين نقل. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا يوسع عليك يا ابو يوسف، تستاهل كل خير. وفعلا اللي بيراعي ظروف الناس كده فعلا ربنا بيبقى معاه. ما شاء الله يا بيوسف. طبعا احنا مش عايزين نخش المخزن بس يعني ايه هندخلكم بقى امرنا. لا احنا بنبقى كده يا جماعه ايه، معامله خاصه كده في فيديوهاتنا يعني. بصوا بسم الله ما شاء الله، مفيش حد اصلا ينفع يدخل هنا بس يستغرب يخش هنا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حلو قوي يا جماعه. بصوا كل البضاعه دي مستنياكم قبل الزيادات، تشتروها قبل الزيادات. تجار تانيه تقفل على البضاعه دي يا جماعه، تجار تانيه تقفل على البضاعه دي دايما. ما شاء الله ما شاء الله. هنا في طقم حلل ثانيه وفي طاسات لوحدها. بصوا الطاسه دي المونيا. انا كنت اسالها على ابو يوسف، كنت اسالك يا ابو يوسف البيتزا الثواني جبتها موجود. ما شاء الله. وفي حاجات بقى اللي هي الحلل الشاورما الاصلي والتقليد موجود، الشيف لاين، الاهرام. دي حله الضغط اللي انا واخداها منك يا ابو يوسف، خطيره. نسينا مره نوريك احنا كنا جايبين طقم حلل. اللي ما جابتش حله ضغط فايتها كتير يا جماعه. حله الضغط اختراع اختراع جدا جدا جدا. بصوا بقى الكوارع والبط والفراخ في ثانيه، اهم حاجه البط. يعني بصي نص ساعه تكون الحاجه مستويه يا ام يوسف وتبقى تحفه، وتطلع مستويه بقى ما شاء الله تحفه. أيه. لازم انت ما عندكيش واحده؟ لا ازاي؟ ده لازم بعد الفيديو ده ناخد. احنا ده ما عرضناهوش بره، احنا نسيته. ماشي. لقيته قدام مني برده، ده شغل بتاع اكسفورد الجديد. ماشي يا جماعه. طبعا احنا عندنا على طول الجديد، دايما بنحب الجديد. اكسفورد ده عباره عن ايه يا ابو يوسف؟ ده مستورد. يعني ده اصلي؟ لا ده جرانيت. ده جرانيت طقم جرانيت اكسفورد. بص يا ام هنا حلوه ماركه الاكسفورد دي، اتفرجي كده المواصفات. شيلي كده الحله تقيله كده شغل يا باشا. السفلون شكل السفلون بالظبط زي السفلون. حله جديده قلت ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. شفت السمك عامل ازاي؟ ما شاء الله يا جماعه. سفلون حله، سفلون سفلون طم حله سفلون السمك كده ما شاء الله. ماشي. تحفه تقيله جدا. المفاجاه بقى المفاجاه ان ده مصري. مصري ازاي؟ بس حاجه بقى البراندات بتاعنا ما شاء الله. احنا قلنا للزبون ان ده تركي هيصدق، لو قلنا له ب 10000 جنيه هيصدق، لكن ده مصري. بس مصري درجه اولى درجه اولى، واخد الشغل بتاع السفلون وعاملينه مصري. تحفه تحفه تحفه. بص يا ابو يوسف ده لو بيتباع بسعر بعد ما الناس هتعرفه هيغلى. طبعا الحاجه لما بتبقى بالجوده دي بتزيد بالزبط. بعد كده احنا بنجيب الجديد وبعد كده كله بايه بيفكر يجيب زينا ونقلدنا. تكميناته ايه يا ابو يوسف؟ ده معاه اربع حلل ومعاه مقلايه وسنيد فورد. تمام 100 100 ما شاء الله. طبعا احنا عندنا معالق القرش الاصلي يعني، طبعا شنط المعالق شنط السكاكين، في اطقم حلل احنا ما شفناهاش بره يا جماعه. هي بصوا هي البومبي دي
بصوا تقوم حلال اشكال والوان كميات ما شاء الله. زي ما قلت لكم الفيديوهات فرصه اليومين دول، قبل كده كنا الناس بتيجي برضو بس النهارده فرصه. في كمان هنا كراسي، كراسي بقى ما مكان واسع ما شاء الله نعرض بقى. طيب. لسه في كمان حاجات اللي هي بتاعت ترابيزه المكوى، منشر غسيل، وفي هنا بضاعه برضو جوه اهي ما شاء الله 100 100. وفي هنا المخزن بتاعنا فتلاقي دايما مكركب يعني. ماشي. عندنا بقى الملامين الماليزي الاصلي. تمام. الماليزي الاصلي عندي التسع رسومات دول موجودين في المربع، وعندي ال 11 رسمه دول في المدور 100 100. ايه رايك اما نفتح واحد كده نتفرج؟ طب يلا بينا نتفرج. اللي ما حطش لايك لسه يا جماعه لازم يحط لايك للفيديو الجميل ده. دي فيديوهات تاريخيه، الفيديوهات دي تاريخيه، بنرجع نتذكرها لما الاسعار بتتغير، نرجع نقول فاكرين الفيديو اللي كان ابو يوسف بيقول فيه هنا شهادات الاستثمار ده كان فرصه، احنا في فرصه اهو. والناس اكيد عارفه الكلام ده يعني. طبعا. ما بيتكسرش، ده ماليزي اصلي. تقول عليه ده صيني، تقول ده طقم صيني، ده ملامين ماليزي اصلي. ماليزي ميد ان ماليزيا 100% ملامين. انا بصراحه الفيديو ده النهارده بصراحه الفيديو ده النهارده بسم الله ما شاء الله على اللي احنا بنشوفه. رسوماته احلى من بعض، يعني الرسمه دي تقليديه قوي قديمه ولسه موجوده لحد النهارده. تسلم يا ابو يوسف. تسلم. كل الرسومات دي من رسومات الاركوبال. فيديوهات تفرح القلب والله العظيم يا ابو يوسف، فيديوهات تشرح القلب ان احنا بنشوف الكلام ده يا جماعه النهارده. وطبعا الملامين اللي احنا ايه دايما عاملين عليها عروض بتاعنا اللي هو ايه اللي مصري. المصري اللي ضد الكسر. ماشي. تمام. المصري اللي ضد الكسر. وجبنا كمان حاجه كنا عارضينها من سنه ونص. كل دي قطقم ملامين، كل في برضو الطقم اللي هو احنا شايفينه بره اللي ابو يوسف موريه لنا، في زي الشنطه ده اهو يا جماعه، ده في منه اشكال زي الفلونكه. بصوا ده ما شفناهوش، ولا العلبه اللي مكتوب عليها الاندازتي. ده ثلاث الوان وده ثلاث الوان. ثلاث الوان ابيض وروسي، حاجات مش معروضه. صحيح ما شاء الله. الله ينور يا ابو يوسف على الشغل العالي ده النهارده. قال لي بقى الوان بقى اصفر واحمر وكده. عارفاه ده جميل. ده اسمر في اسمر. الحاجات دي بتعيش بقى. ده مش من مين. ايوه ده بتعيش. حلو يا جماعه، حاجه عمليه ضد الكسر. ماشي. بقول لك فعلا خلاص ما بيتكسرش. ايوه ماشي يا جماعه. الملامين اسعاره بتبدا من كام يا ابو يوسف؟ احنا عندنا الملامين العادي. ايوه الملامين العادي من اول 600 جنيه لحد 1100 جنيه، ده اللي ما بنصحش يتاكل فيه. ده يتحط ديكور. ما ايه اللي هو جايب طقم زياده؟ لا ممكن يحطوا فيه اكل مش سخن. ممكن يعني يحطوا فيه حاجات، بس ما انصحش بيه لانه بيبقى فيه يوريا. هو مش حد بيقول الكلام ده. ايوه في ناس تقول لك الملامين الرخيص بيبقى مش صحي. مش صحي لانه يعني بيبقى ريسايكل، يعني بتبقى الحاجه معاد تصنيعها تاني. طيب انما الملامين اللي هو الاصلي بيبتدي من اول 1750 بيبقى سعره عالي. ماشي يا جماعه. بس بصراحه انا احبه. انا طقم العشاء بكام النهارده؟ ب 2000 جنيه، ب 1700 جنيه، ب 2000 ونص. ملامين افضل منه. لما اجيب عشاء ولا لما اجيب ملامين ارميها على الارض ما يتكسرش. ايوه حاجه تعيش وتعمر. بالظبط. ويبقى 38 قطعه مش 24 قطعه. ايوه. ويستحمل ما بيتكسرش، يقع ما يحصلوش حاجه. بدل ما انا ايه؟ ارمي فلوسي في الارض. تمام. برميه في استثمار. ايوه صح. تمام. طبعا التشكيله كلها موجوده يعني الحمد لله. ماشي يا بس ربنا يوسع عليك. نخش على بعض. يلا يا جماعه، طبعا في حاجات كتير بقى الناس اللي عايزه حلل ضغط، حلل احجام كبيره للعزومات، حلل مقارونه، زي ما قلنا اطقم الناس اللي عايزه المونيوم موجود بكل انواعه، صواني، حلل، قوالب، شنط معالق، اطقم عشا كتير جوه. بصوا الجمال، بصوا اطقم العشا عامله ازاي يا جماعه. لازم تيجوا تخشوا هنا لما تيجوا. لسه لا تدخلوا هنا لما تيجوا ان شاء الله وتقولوا لابو يوسف ندخل المخزن نختار. ماشي يلا نخش نكمل. بسم الله ما شاء الله. كاسات برضه كتيره مش الشربات والكاسات والحاجات دي. كاسات برضه اشكال كتير يا جماعه. ده التقليد يا ام هانا مش الاصلي، في منه الاصلي. ده التقليد. على فكره حكايه التقليد في الكاسات الفخمه دي هتفيد ناس كتير. كتير جدا. بالذات الوقت جداً. ده اهو. ايوه يوسف. يعني بصوا يا جماعه ده طقم تقليد سعره هيبقى قليل وفي نفس الوقت ما حدش هيفرقه عن الاصلي على فكره. بالزبط. والحاجات دي بتقعد في النيش اصلا منظر. ما بتبانش. يلا بينا يا باشا. يلا بينا. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله ما شاء الله. الجزء البلاستيكات والرفايع. بسم الله ما شاء الله. كل الرفايع التركي من الالف للياء، من اول مشابك الغسيل وحبال الغسيل لحد بقى البلاستيكات والتربوهات وكل. كل فاضل لنا نجيب الغساله والتلاجه. يا ريت يا ابو يوسف والله. كله متكامل. احنا عايزين كده ادوات كهربائيه كمان. بخاف منها والله. ليه يا ابو يوسف؟
يعني ما بيمشوش دغري قوي. اللي بيمشي دغري قوي ما بيتحركش، بيتحرك زي السلحفه ماشي. بس ما شاء الله يا جماعه، بص يا جماعه الاستيكيت كلها العرايس ما تشيلش هم العروسه. انا العرايس اللي بتكلمني بتقول لي شيماء بنبقى عايزين نجيب حاجتنا من مكان واحد، نروح فين؟ اهو شايفين هتروحوا فين بقى؟ ديكوا عرفتوا عند استاذ ابراهيم اسماعيل. ولما تشيلي حاجتك ده كلها وانت مروحه ما تشيليش هم الايه طريق احنا نوصله. ركزي كده معانا يا ميس. لحد سرحان لحد البيت. الواحد عايز ياخد غطس يا جماعه في البلاستيكات ده. البلاستيكات دي عايزه لها فيديو لوحدها. طبعا الله، بصوا للناس بقى اللي عايزه المنظمات، اطقم ثلاجه، اطقم توابل، اطباق. ده في طبق انا واخداه، قال لي فين يا ابو يوسف اللي انا كنت واخداه والناس كلها جت خدت زي خلص الحمد لله. ليه ده تحفه. وكان له كده حاجه من تحت بتخليه ما بيتحركش. ما خدتيش منه واحد؟ لحقتيش؟ ما لحقتش والله. طبعا المجات البلانكي ماكس كلها متوفره مية مية. باشكالها كلها. عيد بقى والناس اللي بتجيب الحاجات الحلوه دي. تسالي الحلوه دي ما شاء الله. 100 100 الله ينور يا ابو يوسف. فيديو روعه وفيديو مليان خير يا جماعه، وفيديو من الفيديوهات التحفه اللي لو ما لحقتوش منها هتندموا بجد. ان شاء الله تيجوا وتنوروا الدنيا وتشوفوا الحاجه على الطبيعه احلى كتير كتير كتير. ماشي يا ابو يوسف. 100 100 مكان شهادات الادخار يستحق الزياره. ربنا يستر علينا بعد الفيديو ده يا ابو يوسف. لما نعمل شهاده ادخار راح اعملها حالا. راح شهاده اللي قلنا ماشي. طبعا في اسمها ايه تصاب برضه كربات فرداني دي كبيره ماشي عشان في اصغر من كده. كريبات يا جماعه بصوا عاملين هنا بحافه عشان لما تيجوا تقوموا قلبانها. أيوة. كده فيها حاجات عمليه. ماشي يا جماعه ايه رايكم؟ ماشي يا ام يوسف تسلموا. برضه الغويطه اللي بيسالوا عليها الوك. طيب ان شاء الله هعمل لكم باذن الله فيديوهات مفصله بعد كده بكل قسم، لان كل قسم عايز فيديو لوحده. دي حقيقه بنختصر في الوقت يا جماعه. لكن انتوا لازم ان شاء الله تيجوا تشوفوا بقى وتلحقوا. الحاجات دي هتتباع على الاسعار القديمه. معرفش ان شاء الله الفيديو الجاي الدنيا هتبقى فيها ايه. عرضنا بتبقى من الفيديو للفيديو باذن الله. ايوه باذن الله. ماشي يا ابو يوسف بشكرك جدا. فيديو جميل وفي وقته، وانت بتبين بقى الناس المحترمين بيبانوا في وقت الازمات. احنا في وقت ازمات، وان اي تاجر يطلع باسعار في وقت زي ده وضوح تام. احنا بوضوح تام. وابو يوسف حتى بيقول لكم خلوني اخر واحد او تعالوا اتفرجوا بس من غير يا جماعه. الناس بتتفرج وبتقدر. احنا مقدرين. ايوه مجتمع برزق يعني. أيوة مش محدش هيقعد يغير. ربنا يوسع عليك ودايما ربنا بيبارك في القليل. ربنا يبارك لك في مالك واولادك يا رب يا رب. طبعا ام يوسف طبعا بارك لك في ام يوسف القمر. طبعا احنا رب. زي ما كل مره بنقول احنا مكاننا هتنزلي المحله الكبرى. لو هتنزلي من القطر امشي في وش القطر، اشتغلي في وش القطر على طول. أيوة. ما تمشيش مع سمسار ممنوع. انا ما عنديش حد بيقف بره في شوارع. لا يا بصوا احنا مش عايزين نقول الشارع اللي قدام القطر، اصل في شوارع كتير. احنا نقول شارع الساعه اول شمال في اول يمين. هنوصل المعلومه افيد. بس الفكره كلها ايه؟ انا رقم تليفوني 01456410 او 010-2008-11-81. تمام. انت عايزه تيجي هتنزلي من القطر، هتنزلي من الميكروباص، هتيجي بعربيتك، هتيجي باي حاجه. اولا ما تمشيش مع حد، نسقي معايا بالتليفون ادخلك لحد المحل عندي. تمام. تمام؟ احنا عنواننا لو هننزل شارع البحر عند مطعم البغل فرع الحنفي. مطعم البغل فرع الحنفي هنخش من جنبه اول شمال في اول يمين. تمام. نمشي نص الشارع في حديقه، انا على شمال حديقه. الشارع ده اسمه شارع ناصر خلف مسجد الحنفي. تمام. قريب من الساغه، يعني لو كلنا عارفين الساغه ننزل عند الساغه نقول في مسجد الحنفي بس. تمام. او ترن عليا ابعت مندوب من عندي يدخلك على هنا. ما شاء الله. السمسار هيتعبك انت وانا مش هدخلك. ما تمشيش مع حد. ارقام التليفونات على الشاشه وانا بصور لكم العنوان بالتفصيل وبدأ بيه الفيديو. وارقام التليفونات هي اللي توصلكم بالمكان يا جماعه. كل ارقام التليفونات بس بقى لكم تواصلوا مع استاذ ابراهيم يتابع معاكم وانتوا جايين. ممكن هو يطلع بنفسه كمان يقابلكم. ما فيش مشاكل. تسلم يا استاذ ابراهيم. خلاص هطلع ادخل. تسلم. ده اصلا الناس لما هتوصل هنا فرحه كبيره. الحمد لله. والله العظيم انا لو ام وبجهز بنتي وشفت فيديو زي ده ولما اوصل المكان ما شاء الله بالحجم وكميه البضاعه وبالاسعار دي فرحه. طبعا احنا على فكره البلاستيك عندنا انا باخد خصم 10%. ايوه انا عارفه انا شاريه. انت بتبيعه بسعره ما عليهوش مكاسب. انا بديك الليسته اهي. بقول لك الليسته بتاعتي والله يا جماعه. قبل ما ابو يوسف يجيب البلاستيكات هنا في الفرع ده وكان له فرع تاني في جوه في المحله من جوه بقى يقول لي اما هنا البلاستيكات اصلا ما فيهاش مكاسب. بالظبط. بيقول لي والله ما فيهاش مكاسب بس انا بجيبها عشان العروسه. بالزبط. اللي بتيجي تبقى لمت حاجات. انا بستنى مكسبي في البلاستيك يا ام هنا اخر السنه. ايوه شهر 12 بروح اصفي مع المصنع. لو انا حققت التارجت بتاعي بيديني، ما حققتش خلاص. أيوة. انا بقول ايه لما انا احرق دلوقتي السعر واديكي خلاص ماخد 3% بس النقل واجي اخر السنه الاقي نفسي كسبان مجمد.
مبلغ مجمد في المصنع مش من الزبون بقى. أيوة. خدي بالك من المصنع، صاحب المصنع بيقول له خد يا باشا ده التارجت بتاعك. تمام. الف مبروك. ده بيبقى حلالي بقى. أيوة. ده الواحد بيفرح بيه قوي. يعني انا هفرح بايه؟ ب 2 3 4 جنيه؟ لا انا هفرح بالمجمد اللي من المصنع وهم بيقدرونا قوي. ايوه بيوسف، فالحمد لله ما شاء الله. ابو يوسف فيديو جميل، وفيديو انا هبقى مبسوطه وانا بجهزه عشان الناس هتشوف. فانا بالزبط. بشكرك جدا انت وام يوسف، بشكركم من كل قلبي، ودايما في نجاح ودايما في زياده. وزي ما انت قلت في الفيديو اهم حاجه الاستمراريه. بالزبط. دي اهم حاجه. الحمد لله. والثقه. والثقه انتوا ثقوا فينا دي بالدنيا كلها. ماشي يا جماعه، طبعا احنا عايزين لايك للفيديو ده اكيد. اللي وصل معانا للحظه دي حط لايك ويكتب كده في التعليقات، احنا لازم نحط للفيديو ده لايك لانه الفيديو يستحق في الوقت الصعب اللي احنا فيه ده. كل الاسعار من الليسته، العروسه اللي هتيجي تاخد حاجتها هتاخدها الشحن مجانا يوصل لك لحد باب البيت. خلوا بالكم شحن الادوات المنزليه مش سهل، لان بتبقى ما شاء الله حاجات كتير وبتاخد مساحه. عربيه. عربيه بتتحرك. فطبعا الناس تستاهل فعلا تجي لك من يا ابو يوسف من الصعيد ومن اخر الدنيا، وفعلا الناس جت من كل مكان، وحبايبنا اللي لسه هيشرفونا تنوروا الدنيا وتنوروا المحله كلها. طبعا طب وانا بقى على الصفحه، احنا ما عملناش عرض عروسه النهارده. أيوة. عشان نفرجكم على كميات الشغل ونفرجكم على الشغل. طب وانا على الصفحه بتاعنا احنا بتاعت المحل سنتر استاذ ابراهيم اسماعيل يا جماعه، بينزل عليها برده حاجات مختلفه. بالزبط. وباستمرار بقى الشغل الجديد. الحمد لله. ماشي يا استاذ ابراهيم، بشكرك تاني وتالت ورابع، وبشكر طبعا ام يوسف، وان شاء الله لينا فيديوهات تانية كتير عشان نفيد الناس دايما. كل سنه وانت طيب. وانت بالف خير. والمكان اصلا زي ما قلت لكم اول ما توصلوا هنا هتحسوا بفرحه. انا وبصور لكم الفيديو شفت كذا حاجه كده عايزه اشتريها، لاني هستفيد من اسعار مش هلاقيها في اي مكان. وان شاء الله دايما الفيديوهات اللي بقدمها لكم تكونوا بتستفادوا منها، واكون دايما قد الثقه وقد المسؤوليه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.